السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم معانا من جديد. يسعد لي الله صباحكم مساكم بكل خير. طبعا اليوم رحلتنا إلى موسكو بإذن الله تعالى. رحلتنا راح تستغرق بإذن الله 2 ساعة وحاجة. خلونا نتأكد شوي، نجيب لنا كل التفاصيل قبل كل حاجة. في كذا رحلة راح تطلع اليوم نفس المكان 2 ساعة و33 دقيقة بإذن الله. طبعا راح نجهز أمورنا. الارتفاع أول شيء راح يكون ارتفاعنا على 39,000 قدم. توب 39,000 قدم. طيب خلاص من التاب خلصنا. ونجي على الام سي ديو ريكوست. اوكي ونت ريكوست نكست ريكوست نكست ريكوست. راح نرجع ندخل على اي ار اس. اوكي كل شيء اوكي. نروح نكست الفيول، نضغط عليه مرتين فيول بلاننج. خلاص نجي على البريف كلابس 2 دي ان يعني داون 3 سوري 0.3 في 1 في ار في 2 فلايت بلان مطار الإقلاع ديبارشر مدرج 30. النقطة اللي بعدها ما عندنا نقطة راح نطلع دايركت. اوكي نضغط دايركت انشر. اوكي مدرج الهبوط مطار الهبوط قصدي الوصول مدرج 19 اي ال اس 19. اوكي النقطة اللي قبلها بتكون بي اي ال بي اي ال بي اي او هذا النقطة. وراح نضغط انشر، راح نحذف الفواصل المتقطعة، نتأكد من الروت مالنا. هذه فاصلة متقطعة ثانية، راح نكمل. اوكي خلاص نتأكد معانا من هنا مسار الرحلة. ممتاز حلو كل شيء تمام. طبعا البوردنج خلاص الفيول خلاص نتأكد من المقاومة. اوكي خلاص اوكي بوش باك. مدرج 35 اتوقع 21. اوكي الحمد لله الميزة الثانية. ريكوست ووتش باك. This parking is too small for your aircraft. اوكي نعرف لكن ايش نسوي معاكم يعني. نوز راح تكون نوز ليفت. Departure checks completed. Bypass pin inserted. مطار صح 30 تكون على يمنا. Locking gear. اوكي
Nose left. Release parking brakes, please. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start at will. And again to start. Sorry, 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 sorry. Okay. وقت الإقلاع لازم نركض. And you know, start. Please set parking brake. Set parking brake. Waiting your confirmation for a good engine start. Okay. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Ready for taxi 1A102. Flight attendants, please prepare for takeoff. Taxi holding point, Bravo, runway 30. Left is clear, right is clear. Okay, good. Engine already, okay. حاليا سيت بيلت ستوب ايفيو اوف تاكسي لايت بسم الله ريليز باركن بريك خلاص يمشي يطلع روح اوكي طبعا احد بيسال بيقول كيف تعرفوا التاكسي وكذا يعني المسارات طبعا اكيد لازم انت قبل اي رحله تكون مجهز الشارت حق اي المطار الاقلاع مطار الهبوط وانت منه تعرف المسارات حقك من تشارت المطار ولازم يكون عندك اخر اصدار من تشارت اذا طبعا اذا كان في المطار تحديث او حاجه زي كذا يعني
تحديثات للمطار. اوكي الحين كلاس 2 تحديثات للمطار، لازم انت يكون عندك اتشارت احدث نسخة تعرف المسارات. طبعا مثل ما عارفين بعد الإقلاع راح تكون سرعتنا إذا كانت تحت 10245، وإذا تعدينا على 10000 راح نحطها على الماخ 0.85 ماخ، ما يصير لنا نتعدي هذه السرعة. طبعا مثل ما عارفين هالرحلات اللي اعملها من الحين اول مره، يعني المطارات اللي اروح لها وان شاء الله تستمتعوا معانا. وطبعا روسيا بعد نفس الشيء اول مره اروح لموسكو، وان شاء الله انكم تستمتعوا في هذه الرحله. اوكي هذا نطلق برافو. تاور جود داي يومان اير 102 ريدي فور ديبارشر رن واي 30. كلير تو تيك اوف يومان اير 102. طبعا برافو النقطة اللي جنبي، انا دخلت على 1000 رمزات كثيرة. اوكي هولد نستنى الطار على قطنا الأطفال. تيك اوف فمان اير 102. Gear up.
Flaps up. Autopilot. استمتع مع هذا المناظر الجميلة. صراحة هي بلد جميلة الصراحة. اوكي حاليا اشوف انا 8600 قربنا من 10000. نحاولها بالألماس. زيربون إيد فور.
حاليا راح نشوف الشارت حق قطار الوصول. طبعا لازم نجهز ويكون نعرف على المدرج الاتجاه الاي اس كل حاجة زي ما حنجهز. طبعا لازم نجهز الموضوع من قبل. إن شاء الله نلتقي معكم بالمقطع الآخر عند الهبوط في مطار مصر. شكرا لكم على المتابعة.